وفي آخر توقعات الحالة الجوية يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة نهار اليوم، بحيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة. للتعرف على الحالة الجوية بشكل مفصل ينضم إلينا من موقع طقس العرب مستشار التنبؤات الجوية جمال الموسى. نعم أستاذ جمال، يعني انخفاض اليوم على درجات الحرارة، ما الذي ينتظرنا في قادم الأيام؟ فعلا اليوم في انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث بدأت المملكة تتأثر بكتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة قادمة عبر شرق البحر المتوسط باتجاه المملكة، وبالتالي هناك انخفاض ملموس على درجات الحرارة. يعني اليوم بتكون الأجواء تقريبا ما بين صيفية عادية إلى صيفية معتدلة أثناء النهار، وأيضا بتكون مناسبة للجلسات الخارجية اليوم، وخاصة بالليل بتكون الأجواء لطيفة ورطبة. أيضا انخفاض كبير واضح على درجات الحرارة، تصبح تقريبا أقل من المعدل، وزي ما احنا شايفين على الخرائط اللي بتمثل درجات الحرارة، هاي الكتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة قادمة عبر شرق البحر المتوسط باتجاه المملكة، وبالتالي تؤدي إلى حدوث انخفاض واضح على درجات الحرارة. إذا اليوم طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وغدا إن شاء الله بتكون الأجواء برضو نفس العملية مشابهة لأجواء اليوم، طقس معتدل في النهار لطيف بالليل، العظمى بتكون 28 والصغرى بحدود 22، الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، يعني بتكون بحدود 31-32، يعني بتكون أجواء صيفية عادية تكون تقريبا حول المعدل، فالعظمى بتكون 31 والصغرى 21، لكن تعود وتنخفض مرة أخرى يوم الأربعاء وبتنزل الحرارة لحدود 28-29، تعود أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل، فالأربعاء أيضا تكون 28 العظمى والصغرى بتكون 18 درجة مئوية. إذن اليوم جو معتدل في النهار لطيف بالليل، وغدا الاثنين والثلاثاء ارتفاع قليل تكون أجواء صيفية عادية حول المعدل، تعود وتنخفض يوم الأربعاء بإذن الله. هذه هي الأحوال الجوية المتوقعة. نعم أستاذ جمال، هل هناك أو تظهر الخرائط الجوية أي مرتفعات قادمة بعد هؤلاء الثلاث أيام؟ يعني أو لحد 4-5 أيام أو لحد أسبوع، معظم هذا الأسبوع أجواء ما بين صيفية معتدلة بالنهار إلى صيفية عادية ولطيفة إلى معتدلة أثناء الليل. يعني خلال الأسبوع هذا من اليوم وحتى يوم الجمعة القادم أو السبت القادم أجواء تقريبا صيفية عادية إلى معتدلة، لا يوجد تغيير، والذبذب البسيطة هو الارتفاع القليل يوم الثلاثاء فقط، لكن الأربعاء والخميس تعود أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل. إذن لا توقعات لعودة المرتفعات والموجات الحارة إلى المملكة؟ يعني إذا في أي تطورات في نشراتنا القادمة بنوافيكم فيها أول بأول، يعني أعطينا 4-5 أيام كافي اليوم، لكن أي تطور إن شاء الله ما احنا على تواصل بنخبركم فيه أول بأول وقبل الفترة الزمنية بفترة زمنية مناسبة إن شاء الله. نعم مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب جمال الموسى، شكرا جزيلا لك.